بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. الآية التالية: أمن جعل الأرض قرارا، يعني ما هيش هكا متخلخلة متحولة من حال إلى حال وتحدث عدم استقرار، قال قرارا. أبيت ممكن العيش على تربتها وصخورها. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، شوفوا انظروا الكرة الأرضية طريقة النظر إلى الحقائق الأرضية هي سماء الدنيا. بدينا نقرب شوية بطرق تكنولوجية، بدينا نقرب شوية من البناية السماوية الدنيا. من يقول وربنا يقول زاد في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وأنا قال سلطان العلم بأمر الله اللي سلطانه مطلق، قاعدين نطلعوا على أشياء أجدادنا وأباؤنا عليهم رضوان المولى لم يكونوا يتمتعون بذلك. يقول مولانا: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، شوفك الهندسة الإلهية مع أنها جميلة الهندسة مبهرة، وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي أي جبالا وجعل بين البحرين حاجزا، بحر على سطح الأرض هو مالح عموما والبحر اللي دي ناب سوتيران دوس. وقالك ربي في صورة تقريب في برشة صور يقول لك الماء هذا أنت تشرب هنيئا مريئا وتتلذذ رغم اللي ما عندوش طعم خاص به ولا طعم نجم نعطيه خصائص نجم نصفه بأوصاف أكثر عمقا، هو لا رائحة له ولا مذاق له عموما، وهو الماء يتحول إلى بخار أو يتحول إلى تبروري والبرد، البرد والجريل، يعني وقت اللي البرد يوصل إلى درجة معينة تتكاثف جزيئات الماء وتولي في شكل صلب. يقول مولانا: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، حاجز هو quelque chose qui sépare les deux parties، أو دوس أو سلام على أهل الإسلام.